بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. النهارده هننقل لحضراتكم على الهواء مباشره مباراه كره السله رجال النادي الاهلي والاتحاد السكندري في الجوله السابعه في دوري السوبر لكره السله موسم 2022-2023. المباراه ستقام في تمام الساعه 6:30، يعني بعد ساعه من الان، على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. المباراه تاتي على زعام الدوري السوبر، الاهلي والاتحاد يدخل المباراة متعادلان في كل شيء. يبقى اللي يفوز النهاردة سيتصدر جدول الترتيب. قبل ما نروح للمباراة ونتناولها فنيا وتحليليا، أحب أرحب بضيوفي اللي منورني في استوديو، الكابتن محمد السلعاوي نجم نجوم منتخب مصر السابق والنادي الأهلي ومنتخب مصر وأيضا عضو لجنة انتقاء المواهب الحالي بالنادي الأهلي. أهلا بك يا كابتن محمد. أهلا بك كابتن هيثم، فرصة سعيدة لوجودنا معاك. منورنا. إن شاء الله تكون مباراة جيدة لينا بإذن الله. ومعانا أيضا نجم نجوم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق ورئيس قطاع الناشئين والناشئات السابق وأيضا عضو لجنة انتقاء المواهب الحالي، الكابتن طاهر رجب. أهلا بك يا كابتن طاهر. أهلا بك يا كابتن هيثم، ونحن بنشرف يعني تواجدنا معاك ومع قناة النادي الأهلي. شرف لينا يا كابتن نجوم الكبار زي حضراتكم تبقوا موجودين ونستفاد يعني من يعني درايتكم بكرة السلة والخبايا كالعادة. يمكن كابتن طاهر أجل حضرتك في البداية، أهمية المباراة إيه؟ دايما بحب أسأل السؤال ده على ضيوفي عشان ندخل السادة المشاهدين في أجواء المباراة. أهمية المباراة لكلا الفريقين إيه؟ هو أهمية المباراة في كونها إن أي من الفريقين هو اللي يتصدر القائمة، لأن هما متعادلين دلوقتي وهما الاثنين نتائجهم شبه متساوية ومتشابهة. طبعا مهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي إن تكسب الماتش ده، خاصة إن هو في فرصة إن هو على ملعبك. صحيح. طبعا ما تفوتش الفرصه دي عشان المباراه هتبقى اصعب شويه برضك هناك اكيد في ملعب الشاطئ في ملعب الاتحاد الاسكندري. مظبوط. فهي ايهما يركب الدوري ويبقى هو المتصدر؟ يعني نفهم من كلام حضرتك كابتن ان هو فوز هيبقى معنوي اكتر منه فوز يعني على بطوله او فوز يفرق معانا في مشوار دوري السوبر، ولكن هي على الاول او الثاني. أيوة. هي فوز معنوي ان انت ما ينفعش تخسر على ملعبك وسط جمهور. هو بالظبط ده فوز معنوي، ودي يعني انا اعتقد ان هي من استراتيجيات الكوتش اوجستي ان هو باستمرار بيركز كويس قوي في المباريات المصيريه. نعم. طبعا هو بيركز في كل المباريات، بس ساعات بيخلي المباريات اللي هي في الدور التمهيدي دي واللي هي ممكن ما تبقاش مصيريه قوي في سياسات معينه، يعني ان هو يدي فرصه لاكبر عدد من الناشئين اللي هيخدموه في الماتشات المصيريه ويطلع على مستواهم، بحيث ان هو في الاخر يطلع بنتيجه ان ده اللي هيقدر يقف معاه في الماتشات المصيريه. صحيح. يعني هو بيجرب فرصه. فرصه يعني يجرب. هو معظم الماتشات اللي كانت الموسم اللي فات اللي خسرها كانت مش مصيريه. نعم. انما الماتشات المصيريه بيمسك فيها جامد. الحمد نعم. لله قدر يكسبها وكسب، وعلى هذا الاساس النتيجه كانت كلها خمس بطولات من خمس بطولات. نعم يا كابتن طاهر. اجل كابتن محمد، شايف النهارده المباراه ازاي؟ خاصه ان وسط جمهورك في ملعبك قبل التوقف، يعني دي يمكن اقوى مباراه تلعبها قبل التوقف اللي جاي لتجميع منتخب مصر. طبعا انا شايف ان المباراه صعبه، المباراه مش سهله، وصعوبتها انها على ارضك، وصعوبتها ان احنا في المباراه الاخيره برضو كنا خسرانين من نادي الاتحاد، وصعوبتها او احسن حاجه ان هي مباراه من الناحيه النفسيه مؤثره جدا. اللي بيكسب بيحتلي الدوري لمده شهر او شهر بعد التوقف من الويندو الاخير بتاع افريقيا. المباراه نفسها مباراه بين اثنين كوتشات على مستوى عالي، سواء جوستي بوش مدرب النادي الاهلي او مدرب الالماني بتاع الاتحاد السكندري. انا شايف ان المباراه صعوبتها في نعلا على ارضنا، فلازم اللعيبه تركز وتعمل مباراه كويسه جيده ترتقي لمستوى الفرقه. كابتن سلام، استاذن حضرتك عشان يعني الساده المشاهدين يبقوا عارفين حتى الجولات السته اللي فاتوا انت يعني اسفرت عن ايه في ترتيب الجدول. اتفضل يا كابتن لو تقدر يعني تستعرض مع الساده المشاهدين ترتيب جدول السوبر حتى قبل هذه المباراه. اتفضل. جدول السوبر الاتحاد
لعب 6 مباريات، فاز 6 مباريات، ما فيش خسارة، ليه 533 نقطة وعليه 356، الفارق 177 وله 12 نقطة، ويحتل المركز الأول بفارق السكور. النادي الأهلي لعب 6، فاز 6، ليه 493 عليه 362، فارق 131، ليه 12 نقطة. يجي الزمالك في المركز الثالث، لعب 6، فاز 4 وخسر 2، ليه 467 وعليه 465 والفارق 2 وله من النقاط 10. نادي الجزيرة لعب 6، كسب 3 وخسر 3، ليه 430 وعليه 447 ماينس 17 وليه 9 من النقاط 9. طلائع الجيش يجي في المركز السادس، لعب 6 مباريات، فاز 3 وخسر 3، ليه 417 وعليه 461 ماينس 44 ويجي في المركز التاسع وله من النقاط 9. سموحة بتيجي في المركز السادس، لعبت 6، فازت 1 وخسر 5 مباريات، ليه 404 وعليه 474 ماينس 70 وعنده من النقاط 7 نقاط. مصر التأمين في المركز السابع، لعب 6، فاز 1 وخسر 5، ليه 359 وعليه 468 ماينس 109 وله من النقاط 7 نقاط. المصرية للاتصالات لعبت 6، خسرت 6 مباريات، ليه 394 وعليه 454 ماينس 70 وله من النقاط 6 نقاط. يبقى ملخص ده ان النادي الاهلي والنادي الاتحاد بيعتلوا صدارة الدوري بنفس النقاط، لكن الاتحاد بيعتلي الصداره بفارق السكور. كابتن سلام، يمكن النهارده من ابرز اللقاءات الاهلي والاتحاد طبعا المباراه اللي هننقلها على الهواء مباشره، وايضا النهارده في مباراه مهمه، طلائع الجيش والجزيره، مظبوط؟ المباراه دي على الرابع والخامس، يمكن احنا شايفين هم متساويين في كل شيء. فالنهارده مباراه يعني من اهم المباريات النهارده، يعني ساده المشاهدين، هتبقى مباراه النهارده الاهلي والاتحاد، لانه طبعا المباراه على ملعبنا، فاذا مهم جدا على الاول والثاني وكمان على الرابع والخامس هيبقى طلائع الجيش، يمكن طلائع الجيش والجزيره. الثامن وسط اتصالات لعبوا 6 مباريات خسروا 6. يمكن دي يعني دي من صعبه شويه، وهيلعبوا الزمالك النهارده. لان طبعا مصريه الاتصالات السنه اللي فاتت كانت في المربع. اللي هي يا كابتن؟ مصريه الاتصالات كانت السنه اللي فاتت جوه المربع. نعم، مصريه الاتصالات النهارده الحقيقه يعني طلعت في الثمانيه اللي فوق، ولكن النهارده ادائها في السوبر غير السنه اللي فاتت. يمكن مصريه الاتصالات النهارده هتلاعب الزمالك، وايضا مصر التأمين هتلاعب سموحة. مباراة النهاردة الحقيقة مباراة مهمة، لأنه لو شفتوا حضراتكم سموحة ومصر التأمين هيبقوا ورا بعض في الجدول، ومتساويين أيضا في كل شيء وفي عدد النقاط، فدي مباراة مهمة سموحة ومصر التأمين، وأيضا طلائع الجيش والجزيرة. يعني المباراة دي بتشهد أنت واللي تحتك أو أنت واللي متساوي معاك. فالنهاردة يوم مهم جدا في السوبر المصري، على بناءه هيتحدد أمور كتيرة. ويمكن يا كابتن طاهر السنة دي اتحاد السلة يعني أو لجنة المسابقات طبعا برئاسة الكابتن أحمد كامل عملت نظام جديد، ان السابع والثامن في دوري السوبر او في الترتيب ده هيلاعب التاسع والعاشر في الثمانيه اللي تحت، عشان يدي فرصه ثانيه لو فرقه من التاسع او العاشر او السابع او الثامن تاهل والظروف خدمته، يدي فرصه ثانيه للفرق اللي يبقى عندها امل انها تخش مع الثمانيه الكبار في البلاي اوف. يا كابتن طه، واعتقد ان دي ظاهره ايجابيه، ان بتدي فرصه للاول والثاني من الثمانيه اللي تحت اللي هم من التاسع ل 16، فلما تدي له فرصه اخرى ممكن يكون الحظ ما خدموش، عنده اصابات، عنده صحيح. حاجه فنتائجه ادت او نتائجه ادت ان هو يتراجع في بدايه الموسم، فبتدي له فرصة مع السابع والثامن اللي هو قريب منه في الترتيب او قريب منه في تقريبا الترتيب صحيح، 4 ورا بعض، 7 8 9 10 بالظبط. يعني احنا بنحيي الحقيقه لجنه المسابقات على قرار زي ده، لانه ده بيدي فرصه يا كابتن وبيدي كومبيتيشن، ما بيخليش الثمانيه اللي تحت. يعني النهارده سبورتنج وهليوبلس مقطعين الدنيا تحت، مقطعين الدنيا بامانه، يعني سواء هليوبلس بقياده طبعا رامي جنيدي، يعني طبعا احد نجوم مصر يعني، وسبورتنج وائل بدر كمان، فيعني مقطعين الفرقه تحت بصراحه. فالنهارده هو بيديهم فرصه ثانيه عشان اللي فوق ما يريحش واللي تحت ما يفقدش الامل. ما يفقدش الامل، وفي نفس الوقت ويكون هدف للمدرب
نعم اللي عنده هدف انه ممكن يطلع تاني في الثمانيه اللي صحيح. وكابتن خلينا نقول برضو انه الاهلي والاتحاد لما قبل المباراه هم متساويين زي ما تفضل كابتن محمد سلاو قال، بس عايز اقول حاجه مهمه انه نادي يعني الاتحاد ليه 533 نقطه، احنا لينا 493 نقطه، يعني الاتحاد حتى الان اقوى هجوم هجوم. احنا بنتكلم بالارقام، وكمان بعد ست جولات انت لعبت كل الفرق، فطبعا بقت الدنيا باينه. في الدفاع نادي الاتحاد تسجل فيه 356 نقطه، نادي الاهلي تسجل فيه 362 نقطه. فاذا بالارقام اهو اشكرك، نادي الاتحاد بالارقام هو افضل هجوم وهو افضل دفاع. يجي النادي الاهلي في المركز الثاني في اقوى هجوم واقوى دفاع في المركز الثاني حتى الان، ويجي نادي الزمالك وراهم في المركز الثالث برضو نفس الكلام، ولكن دفاع نادي الزمالك بعيد، دخل في 400، دخل فيه حوالي 400 نقطة الجدول حضراتكم اللي هو له عليه، اللي هم الجدولين أو القائمين القبل الأخيرين. فطبعا الفارق للنادي الاتحاد 177 نقطة، الفارق لينا 131 نقطة. أنا بشرح للسادة المشاهدين ليه الاتحاد داخل أول وإحنا تاني، متعدين في النقاط، ولكن طالما تعادلت بتبص أنت ليك قد إيه سكور. فنادي الاتحاد النهاردة شكله مختلف يا كابتن محمد عن السنه اللي فاتت خالص. طبعا طبعا، يعني نادي الاتحاد واضح انه كان السنه اللي فاتت بيبقى هجوم قوي ولكن دفاع بيبقى مش اقوى منه. ولكن النهارده طبعا لاسباب واحنا هنقول نتكلم فيها هنتكلم فيها. طيب كابتن بستاذنك سريعا برضو نستعرض، او معلش يا كابتن طاهر خلينا مع حضرتك نستعرض قائمه او الجهاز الفني للنادي الاهلي. اتفضل يا كابتن طاهر. الجهاز الفني للنادي الاهلي الاسباني اوجستي بوش مدير فني، الكابتن احمد الجرحي مدرب عام، كابتن رامي الدياسطي مدرب، كابتن طارق الغنام مدير اداري، الدكتور وليد الخراط اداري، كابتن محمد الشيحي مخطط اعمال، دكتور هيثم الضبع اخصائي علاج طبيعي، دكتور محمد جاد طبيب الفريق، كابتن نادر خزام اخصائي تغذيه، كابتن علاء لطفي محلل فني، كابتن محمد عيسى اخصائي تدليك ومساج، حمد الكاس مهمات، وفي نعم. وفي معاهم كابتن محمود فهمي تصوير كابتن محمود فهمي صحيح محمود فهمي تصوير، لان طبعا مستر جوشتي بيفضل دور كبير دور كبير بيفضل طبعًا. تسجيل المباريات وبعد كده بتقطع بعد كده تتفرج عليها اللاعبين والجهاز عشان يراجعوا لو في اخطاء او شيء. طب كابتن محمد اجل حضرتك قائمه رجال النهارده النادي الاهلي، ولو فيها يعني ابديت ولا حاجه اكيد مريم سميح لما تخش معانا من ارض الملعب اكيد هتقول لنا لو في جديد. اتفضل يا كابتن محمد. عمرو علاء زهران زيرو رقم زيرو، مؤمن طارق خير اثنين، ايهاب امين اربعه، عمرو الجندي خمسه، مروان سرحان 6، كريم حاتم 10، احمد مهيب 14، ولتر وودج 15، احمد اسماعيل 21، محمد ابو النصر 23، وعبد الله ناصر 34، وعمر طارق 55. يغيب عن النادي الاهلي 2 لعيبه، هو سيف سمير كابتن الفرقه اللي اصابته نعم. بس ان شاء الله قدامه فتره بسيطه اسبوع ولا حاجه، وعمر عزب عمر عزب برضه بيغيب لاجراء عمليه الزايده فقدامه بالكثير قوي اسبوعين اسبوعين ان شاء الله. نتمنى لهم السلامه والعوده سريعا. كابتن طاهر اجل حضرتك محتاجين نستعرض مع الساده المشاهدين قائمه الجهاز الفني نادي الاتحاد السكندري. اتفضل كابتن طاهر. الالماني هنريك رودل مدير فني، كابتن ايمن المطراوي مدرب عام، كابتن هاسم كامل مدرب، الكابتن سامح صلاح مدير اداري، الكابتن احمد بسيوني اداري، الكابتن احمد الصباغ ودي مهمه جديده مدير شؤون اللاعبين لفريق نادي الاتحاد، نعم كابتن عبد الرحمن الجلاد محلل الاداء، الدكتور محمد كمال طبيب الفريق، الدكتور محمد رضوان مساعد طبيب الفريق، الدكتور محمد جمال مخطط احمال، الكابتن علي موسى مدلك، كابتن مصطفى عبد العال اخصائي تغذيه، اسلام فتحي مهمات، احمد خميس مهمات. نعم ده كان الجهاز الفني لنادي الاتحاد، والحقيقه
دايما الاتحاد السكندري بيضم كفاءات اللي موجوده، يمكن طبعا مع الاحترام للجميع، ولكن بيسعى الاتحاد السكندري دائما ابدا انه يضم اعلى كفاءات موجوده في مدينه اسكندريه. يمكن السنه دي او السنه اللي فاتت تم ضم يعني كابتن سامح صلاح مدير اداري الفريق اللي كان مع نادي سبورتنج سنين طويله، بيشتغل مع الاتحاد السكندري دلوقتي كابتن كبير. كمان دكتور محمد جمال مخطط الاحمال، حاجه يعني عظيمه جدا. يعني دايما ده اللي تعودناه حتى لما كنا بنلعب، ان الاتحاد السكندري دايما بيجتذب كل الكفاءات واولاده او الناس اللي بيبقوا يعني على قدر كبير من الفنيات بيسعى لاكتزابهم. خلينا نستعرض مع كابتن محمد كمان قائمه فريق نادي الاتحاد السكندري، وانا جالي كمان 12 لعيب، بس اتفضل حضرتك كلهم وانا هقول يعني وصلني دلوقتي 12 لعيب اللي هيلعبوا. اول كيندل ديكس دبل زيرو، وده امريكي الجنسيه وبيلعب محترف في صفوف نادي الاتحاد. يوسف شحاته رقم 3، مصطفى فوده 4، هيثم كمال 6، حاتم البحيري 7، محمد طه ميدو 9، انس اسامه 10، عمر جابر 11، يوسف شوشه 12، احمد ابو العلا بيبو 14، وياسر صلاح 20، وعلي محمد علي 42، ورامي ابراهيم 88. وبس كنا عايزين نعرف هل دول هقول لحضرتك التشكيل اللي جاني دلوقتي، يمكن دول 13 لاعب ولكن 12 جولي. اللي هيلعب رقم زيرو كيندل دايكس ده هيلعب النهارده، احمد عادل هيلعب النهارده يا كابتن موجود في التشكيل، يوسف شحاته ايضا موجود في التشكيل، مصطفى عصام موجود في التشكيل، هيثم كمال، ميدو طه، انس اسامه، يوسف شوشه، احمد بيبو، صلاح ياسر صلاح، علي احمد، رامي ابراهيم. ده ال 12 لاعب اللي هيلعبوا النهارده مباراه الاتحاد السكندري. يمكن دول هيشارك، يعني كان الناس بتسال دول هيشارك ولا، ولكن اللي بره التشكيل هو عمر جابر الحقيقه من الاسامي اللي كنا طرحناها لحضراتكم. ده تشكيل ناشئ برضه، وحاتم البحيري ايضا بره. يعني قصدي اقول لحضراتكم ان النهارده الاتحاد السكندري كامل العدد، لا ينقصه اي لاعب موجود، ال 12 لاعب اللي هم بيلعبوا الستاندنج بلايرز موجودين. وكمان في النادي الاهلي يمكن في بعض الغيابات زي ما وضحها كابتن محمد السلعاوي، الا وهي غياب عمر عزب للاصابه، ربنا يشفيه ان شاء الله ويعود بالسلامه، وايضا غياب كابتن فريق سيف سمير ان شاء الله يعود بالسلامه. ولكن زي ما عودنا من كابتن او مستر اجوستي بوش ان عندنا من الناشئين ما يستطيع به انه يستعوض غياب اي لاعب، نتمنى النهارده ان الاداء يكون ان شاء الله بشكل جيد ونقدر يعني نحسم المباراه، ولكن اتوقع هتبقى مباراه يعني كلوز جيم، مش هتبقى مباراه سهله. بس احنا محتاجين برضو نستعرض مع الساده مشاهدينا كابتن السلعاوي، اجي لحضرتك مشوار نادي الاهلي، يعني النادي الاهلي مبارياته اللي فاتت محتاجين نستعرضها بالنتائج عشان الناس برضو تستحضر يعني قراءه للمباريات الماضيه للنادي الاهلي. اتفضل. هم يعني تم انتهاء ست جولات من الدوري لغايه دلوقتي. الجوله الاولى كانت ما بين الاهلي وطلائع الجيش، واستطاع الاهلي الفوز 74-63. الجوله الثانيه كانت المصريه للاتصالات بتلعب الاهلي، فالاهلي استطاع ان يكسب 85-57. الجوله الثالثه كانت ما بين الاهلي ومصر التامين، وكانت النتيجه 78-53. الجوله الرابعه الاهلي وسموحه، استطاع الاهلي الفوز 81-59. الجوله الخامسه كانت ما بين الزمالك والاهلي، واستطاع الاهلي ان يكسب 92-65. الجوله السادسه كانت الجزيره والاهلي، والاهلي كسب 83-67. اشكرك كابتن سلعاوي، ونطلع لارض الملعب وزميلتنا العزيزه مريم سميح موجوده في صاله الامير عبد الله الفيصل عشان تنقل لنا كالعاده الاجواء والتحضيرات لما قبل المباراه. اتفضلي يا مريم. برحب بيك يا كابتن هيثم، وبرحب طبعا بضيوفك الكرام كابتن محمد سلعاوي وكابتن طاهر رجب، وبرحب بكل متابعي ومشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد وجوله جديده طبعا، والنهارده يمكن الماتش الاخير من يعني مرحله الذهاب الاهلي والاتحاد في الدور الترتيبي من الاول للثامن. والحقيقه طبعا يعني ان دايما لما بيكون زي في ديربي في كل الالعاب الاخرى وفي كره القدم، دايما عارفين ان الاهلي والزمالك هو ديربي كره القدم، ولكن دايما ايضا في كره السله معروف ان الاهلي والاتحاد هو بيبقى الديربي الاقوى في كره السله طبعا رجال. والنهارده اكيد هنشوف ماتش قوي جدا، لان الحقيقه يعني ان الاهلي والاتحاد الحقيقه ان هم في صداره ترتيب الجدول ده طبعا يعني يعني متساويين في المباريات اللي خدوها خلال الفتره الماضيه او كسبوا، يعني سواء الاهلي كسب في الست جولات الماضيه وايضا الاتحاد كسب في الست جولات الماضيه. طبعا الاهلي زي ما احنا عارفين يمكن بدا بطلائع الجيش كان يوم 30 ديسمبر الماضي، والحقيقه
كان النهارده الجوله السابعه والاخيره زي ما انا قلت في البدايه في ماتشات الذهاب في الدور الترتيبي. الاهلي طبعا يعني كسب طلائع الجيش واستمرت يعني سلسله المكاسب امام طبعا مصر صالات، مصر التامين، سموحه، الزمالك والجزيره. وطبعا على الجانب الاخر ايضا الاتحاد قدر ان هو يحقق سلسله مكاسب متتاليه بدايه ايضا من مصر صالات، سموحه، الجزيره، طلائع الجيش، مصر التامين، ونهايه الزمالك. الحقيقه يعني خلينا اقول ان هنا الترتيبات في مقر النادي الاهلي بالجزيره او على صاله الامير عبد الله الفيصل الحقيقه ترتيبات كبيره جدا، ويعني الحقيقه التامين كبير جدا في هذا الماتش تحديدا، خاصة ان مفيش جمهور او المباراة بتلعب من غير جمهور بدون جمهور. والحقيقة ان اللي مسموح 25 فرد فقط من كل نادي او من مجلس ادارة كل نادي، 25 فرد للنادي الاهلي و25 فرد لنادي الاتحاد السكندري. والحقيقة ان في كشف يعني مجهز من قبل هذه المباراة، والحقيقة يعني ان افراد الامن بقيادة العميد علاء صلاح كان مصر جدا او كان حريص جدا يكون الكشف ده على البوابة منذ دخولنا في يعني البوابة الرئيسية او مختلف البوابات طبعا يعني صاله الامير عبد الله الفيصل، ده طبعا عشان يكون في تحديد لعدد الحضور اللي هيكون موجود. بالنسبه للاصابات اللي موجوده طبعا يعني كان في صفوف الاتحاد السكندري كانت اصابه واحده فقط خلال الفتره الماضيه، وكان هو احمد عادل دوله. ولكن الحقيقه يعني بحديثنا مع الجهاز الفني الحقيقه ان هو النهارده يعني نادي الاتحاد السكندري بيدخل في قائمه كامله يعني او بيدخل هذه المباراه بقائمته كامله، والحقيقه ان يعني موجود احمد عادل دوله في هذه القائمه، ولكن يعني مشاركته كمان دقائق في المباراه اللي هتبدا يعني كمان دقائق هيكون متروك للجهاز الفني من عدمه. والحقيقه ان هو كان بيجري عمليات الاحماء مع الفريق. اما بالنسبه للنادي الاهلي اصابتين يعني موجودين في صفوف الفريق، سيف سمير طبعا الاصابه في الظهر، وكمان عمر عزب اللي بيخضع لعمليه الزايده، والحقيقه يعني متوقع ليهم ان هم يكونوا في يعني القائمه خلال الفتره القليله المقبله. خلينا نقول يعني ان يمكن دي اخر مباراه في يعني ماتشات الذهاب، ولكن الحقيقه ان هيعود مره تانية النادي الاهلي لماتشات الاياب في هذا الدور، وهتبدا هذه الماتشات هيكون اول ماتش طبعا امام طلائع الجيش يوم الاثنين المقبل، ونادي الاتحاد كمان هيكون اول يعني مباراه لي امام المصريه للاتصالات. خلينا اقول نقطه مهمه جدا كابتن هيثم انهي بيها كلامنا النهارده، يمكن ده الماتش الاول للاهلي والاتحاد طبعا عقب يعني او في هذا الموسم الماتش الاول عقب كاس السوبر طبعا في السله، واللي طبعا في لفته طيبه جدا ولفته متعودين منها طبعا من يعني مجلس اداره النادي الاهلي، تم اهداء ماتش او اللقب لنادي الاتحاد السكندري، ده اللقاء الاول ما بينهم. والحقيقه يعني ان دايما احنا عارفين ان بيكون في نوع من الشد شويه في يعني ديربي الاهلي والاتحاد، ولكن النهارده المعنويات مختلفة تماما، معنويات يعني سواء للجهاز الفني أو اللعيبة بعد طبعا الموقف الكبير اللي يعني شهدوا النادي الأهلي أمام نادي الاتحاد، وكمان يعني مجلس إدارة النادي الأهلي، والحقيقة يعني حتى بقيادة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كان في زيارة مؤخرا لإسلام زكي يعني المصاب من نادي الاتحاد السكندري واللي استمرت إصابته حتى هذه الأيام، وبنتمنى له طبعا الشفاء العاجل، ده طبعا عاقب يعني ماتش كاس السوبر، وطبعا اللي تعرض فيه جماهير نادي الاتحاد لسقوط المدرج الخاص بيهم. فلو عايزين نتكلم ان النهارده المباراه مختلفه تماما، لان دي المباراه الاولى طبعا عقب هذه المباراه او عقب كاس السوبر، وطبعا يعني زي ما احنا شفنا موقف النادي الاهلي فاكيد ده كان يعني رد للجميل النهارده لنادي الاتحاد. وشايفين النهارده الحقيقه ان يعني علاقات الحقيقه وطيده جدا وطيبه جدا ما بين الجهاز الفني وما بين اللعيبه للفريقين. طبعا يعني مستمره معاك يا كابتن هيثم، وهيكون ان شاء الله لينا متابعه ايضا عقب انتهاء المباراه. كريم سميح بشكرك شكرا جزيلا من ارض الملعب، يعني بشكرك غطيت كل النقاط اللي يمكن كنا محتاجين نعرفها، بشكرك شكرا جزيلا، اكيد هنتقابل بعد اللقاء باذن الله عشان اعرف منك الكثير عن المباراه. زي ما قالت يعني زميلتي العزيزه مريم قالت ان اللقاء بيجي فيه اجواء وديه الحقيقه، يعني طبعا يعني بعد الحادث او المباراه الاخيره اللي حصل فيها مباراه السوبر المصري والاحداث اللي حصلت فيها واصابه يعني عدد من الجماهير، وما زال حتى الان اسلام زكي بيتلقى العلاج، وقد ايه النادي الاهلي كان يعني بقدر الاستطاعه واقف جنب طبعا اكيد النادي الاتحاد في هذه الظروف وجمهور نادي الاتحاد. فاكيد النهارده في جو من الود يعني طبعا بيسبق المباراه، وده مش غريب على النادي الاهلي الحقيقه اللي بتربطه علاقات ممتازه سواء مع مجلس إدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب أو حتى جماهير النادي الأهلي بكل جماهير مصر الحقيقة، ودايما هو ده قدر الكبير يعني أنه يكون دايما يعني في معاونة كل الفرق الحقيقة.
اللي عايز اقوله كمان انه المباراه دي يمكن فاضل لنا ثلاث مباريات في جدول الترتيب او في مباريات السوبر بعد هذه المباراه، مباراه يوم 23 27 وبعد كده يوم 30 1 وبعد كده هيتوقف الدوري تماما طوال شهر فبراير لتجمع المنتخب عشان الويندو ان شاء الله الاخيره اللي هتبقى بناء عليها يتاهل الاول والثاني لكاس العالم. وحظوظ المنتخب الحقيقه حظوظ كبيره للتاهل لمنتخب مصر، وان شاء الله نتمنى ان هو ينجح في التاهل لكاس العالم. ولكن اللي بقوله لحضراتكم انه هيتوقف الدوري يعني شهر، بعد الشهر ده هيرجع النادي الاهلي عنده مباراه مع سموحه، ثم مباراه الاهلي والزمالك هتبقى في صاله نادي الاهلي. يعني ده باختصار نظام السوبر، وبعد كده هنروح على البلاي اوف. يعني اتوقع البلاي اوف ان شاء الله هيكون في شهر اخر شهر مارس او بدايه شهر ابريل، يعني الدوري كله ممكن يخلص على نهايه ابريل اتصور ذلك، الموسم نهايه ابريل او اول خمسه. كابتن طاهر يمكن زي ما شفت حضرتك يعني النهارده المباراه فيها يعني ديربي، ولكن في اجواء حلوه ما قبل المباراه، اجواء جيده، في علاقه ود ما بين الناديين في امور كثيره، ده برضو مهما كان بيقلل اي يعني رواسب او اي شيء ممكن تبقى موجوده قبل المباراه. طبعا هي علاقه النادي الاهلي بجميع انديه مصر هي علاقه زي ما حضرتك ذكرت النادي الكبير مع بقيه الانديه، علاقه يسودها الود والتعاون وحاجات كتير اللي هي بتحكم حاجه اسمها الروح الرياضيه. ان اعتقد النهارده المباراه هتبقى في منتهى الود زي ما ذكرنا ان هو في دور تمهيدي، فالمساله مش ما فيهاش الشد والجذب الكبير. واحنا ما شفنا برضك بعد الحادثه اللي حصلت لجمهور الاتحاد يوم مباراه السوبر، طبعا كان الاهلي تفاعل مع الموقف بشيء من يعني الحزن وواسوا جمهور الاتحاد وواسوا نادي الاتحاد سواء على مستوى مجلس الاداره وعلى مستوى الجماهير كمان، يعني الجماهير راحوا باتوا في قدام المستشفى الاطمئنان على الجهاز الفني. يعني حتى شفنا احنا ازاي الكابتن اوجستي برضك الكوتش اوجستي كان متاثر جدا بالحادثه دي، وبعد كده كمان اعضاء مجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب الفجر ودكتور محمد شوقي وكابتن محمود الخطيب عمل زياره بعد كده مخصوص الاسلام يطمن معاه يعني عليه. يعني اقصد اقول ان يعني ده يعني مش ده كله يعني في اطار حاجه اسمها الروح الرياضيه التي تميز باستمرار النادي الاهلي. ونادي الاتحاد برضك يكن كل احترام وكل ود لنادي الاهلي، وفي الاخر يعني التنازل عن البطوله تقديرا للحادث دوا وتقديرا كمان للمصاب اسلام. فطبعا أكيد يعني أكيد مش دي اللي هتخلينا بالظبط اكيد ومش مش الهدف هو البطولات في حد يعني في حد ذاتها، ولكن الهدف هو سلامه طبعا الجماهير في المقام الاول. وخلينا نستعرض مع حضراتكم طاقم التحكيم النهارده، حكم اول كابتن محمود ابراهيم وهشام اشرف ومروان فتيحه، ده حكام الساحه محمود ابراهيم هشام اشرف مروان فتيحه. اما حكام الطاوله فمحمود جمال كابتن محمود جمال وساره سمير وعبد الله مهدي وسيد علاء. نتمنى النهارده للحكام ان شاء الله التوفيق كما نتمنى للاعبين، لان الحقيقه التحكيم عنصر مهم جدا من عناصر اللعبه، والحقيقه يعني توفيقهم بيدي او بيثري المباراه يعني فنيات عاليه، لان كل واحد بيحس انه بياخد حقه. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لطاقم التحكيم. كابتن سلعاوي يمكن النهارده مستر اجوستي هيستمر في الدعم بالناشئين، شفنا اخر مباراه او اخر مباراتين الدفع بمؤمن طارق خيري وقت كبير، الدفع بالمتميز الحقيقه كريم حاتم الحقيقه لانه لسه صغير، يعني كريم حاتم يعني صغير في السن ان هو يتم الدفع بيه دلوقتي، فهو والولد ما شاء الله ادى اداء كويس. محمد خيري ما شاء الله عليه، يعني مؤمن خلاص الحمد لله اطمنا عليه وعرفنا قد ايه هو كويس. فالنهارده ثلاث لاعبين مع عبد الله ناصر ادي الرابع، اربعه من 12 كانوا موجودين المباراه اللي فاتت وادوا اداء جيد وحققوا في غياب الاجنبي كمان. في غياب الاجنبي، يعني شايف النهارده هيستمر هذا المسلسل الاعتماد على الناشئين والدفع بيهم والاعتماد عليهم والثقه، اهم من الاعتماد هي الثقه واعطائهم فرصه حقيقيه، شايف ده النهارده هيستمر؟ هيستمر لان هم الاربع لعيبه اكتسبوا ثقه مستر اوجستي، فهيبقى لهم وقت وهيبقى لهم هو بيعرف يلعب الصغيرين ازاي، وبعدين الناشئين
يعني فيهم اثنين 18 سنه. محمد وكريم، محمد خيري وكريم حاتم. ده يمكن محمد كمان اصغر من كريم بسنه. محمد 2006 وكريم 2005. لكن كابتن دي لقطات يا كابتن بعد اذن حضرتك من ارض الملعب للاحماء. خلاص يعني انا شايف ان هم طالما بداوا يجروا نص ساعه بالظبط المباراه ان شاء الله تقام في ميعادها 6:30. اتفضل يا كابتن سلام. لكن الجراءه طبعا ان يدفع باربعه من ال 12 في الفريق. محمد خيري لعيب كويس جدا، استطاع ان يثبت وجوده. وبرده مؤمن خيري لسه اخوه كبير لسه، بس ده خلاص خد الثقه خلاص هو يعتبر لعيب درجه اولى دلوقتي. يعني عبد الله نصر برده بدا يدخل في ال 12 بصفه مستمره، لانه خاصه في غياب سيف سمير، عبد الله لازم يكون له دور كبير. وكريم حاتم اثبت قوته في مباراه الجزيره ونال ثقه واعجاب معظم الجمهور ومعظم الناس، فاعتقد ان هيكون لهم حظ في وجودهم النهارده في الملعب. كابتن سلعاوي يمكن حضرتك لعبت على جيل يعني انا ما لحقتوش، وانا كنت جيل بعد حضرتك بشويه، وكابتن طاهر طبعا كان مع حضرتك، ويعني جيل دايما بيقال، ما اعرفش المقوله دي مش دايما، مقوله بتتردد وبقراها دايما، ان الاتحاد الاسكندري بيحب الثلاثه بونت. الاتحاد الاسكندري لو قدرت توقف له الثلاثه بونت، ده اللي بيتقال، محللين بيقولوا كده، وكنا احنا حتى معانا مدربين يقول لك لو الاتحاد الاسكندري بيحب الثلاثه بونت، يعني الفرقه بتحب تشوط تحب تجيب، فلو قدرت تخلي نادي الاتحاد يفقد هذا السلاح، سلاح الثلاثه بونت، انت بتخلي الاتحاد يفقد 50% من قوته. الكلام ده صح؟ كلام صح، حتى من ايامك يا كابتن سلام. من ايامنا، ولان الاتحاد الاسكندري من الانديه اللي بتحب تتفرج عليها وهي بتلعب باسكت، من ايام مدحت ورده. صحيح. وجيل الزهريه وعمرو ابو الخير وطارق الصباغ، فبتحب تتفرج على الاتحاد الاسكندري وهو بيلعب. الاتحاد الاسكندري صاله الاستاد كانت صاله الرعب بالنسبه للفرق. طب ايه سر حب الاتحاد الاسكندري للتاتا بونت؟ انا عندي تفسير، بس عايز اسمع راي حضراتكم. ليه فريق الاتحاد بالاخص ما زال حتى الان بيحب التاتا بونت؟ حتى الاجانب لما بيروحوا بيبقوا كده. لان دي اللي بيطلع فيها الاهات. ايوه، يا عيني عليك يا كابتن. اهات الجمهور، يا عيني عليك. هي دي اللي بتعجب الجمهور. بتعجب الجمهور. صحيح يا كابتن طاهر ولا لا؟ وبعدين بقوه التاتا بونت برضه في الباسكت كتير. ايوه يا كابتن، بس هي بس ماشي، بس هو يمكن عشان بتنتزع اهات جماهير الاتحاد الاسكندري. صحيح كده يا كابتن طاهر، فاللعيبه ادمنت. صحيح. والله يعني صحيح الكلام ده. طالما الشوطه مثلا 3 بونت دي بتبقى يعني لحد ما من حته بعيده. طبعا بتبقى وهي ماشيه في الهواء الناس منتظره معاها. منتظره. فلو جت طبعا بتعمل واقع غير عادي، وخاصه ان في جمهور الاتحاد لديه ثقه في بعض اللعيبه. لما بيشوط تلاقي هيس قبل ما يشوط، هيس قبل ما الكوره تشوط. زي مين يا كابتن؟ فكرني كده. يعني مدحت ورده ايام طبعا، طارق صباغ، عمرو ابو الخير، دلوقتي يوسف شحاته، دلوقتي فاكر الرايه يا كابتن حماد محمود. حماد محمود طبعا لما كان يمسك الكوره لقى الجمهور وقف. من سموحه للاتحاد عمل، وعبد المطلب برده عمل. كل التلاته بونت كانت بالنسبه لهم يعني تتفق معانا كابتن طاهر. احنا في الاخر ما حضرناه في الاخر التلاته بونت، بس ما لحقناش. لا بس يمكن انت كنت متميز بيها يعني. بس انا كنت دايما يعني حتى المدربين الاجانب يقول لك الاتحاد وقف له 3 بونت. يعني لو هتلاقي اي ماتش كسبه الاتحاد هتلاقي على الاقل حاطين له 8 9 3 بونت. لازم. طب لو ماتش خسره، واتحدى اي حد. بس دلوقتي الاتحاد اختلف، دلوقتي في لعيبه تحت الباسكت اقوى. بس لسه يا كابتن والله ما هو فيه، بس لسه 3 بونت مؤثره جدا. ال3 بونت اولا هي دخلت مصر ال3 بونت، او عموما دخلت الاتحاد في الهواء قرها بعد سنه 84 بعد الاولمبياد. بعد اولمبياد لوس انجلوس. دي لو كانت على ايامك دي يا كابتن سلعاوي، انت بص كنت هتفرم انت كابتن سلعاوي. الملاعب زمان بتاتا بونت. اتفضل يا كابتن. هو الملاعب كان زمان اصلا معظمها رمليه. فادوا مصر 6 شهور فرصه عشان يتعمل ملاعب، كان معظم ملاعب كانت خارجيه. ادوهم فرصه لمده 6 شهور عشان يغيروا الملاعب كلها، عشان خط 3 بونت بيبقى مصيري. صحيح. يعني مش زي خط ال 3 سكند او الثلاث ثواني. لا 3 بونت ما فيهاش هزار. ما فيهاش هزار، لو رجلك لمست الاثنين فلازم يبقى الخط على ارض صلبه، ما تبقاش على ارض ممكن الخط يضيق في حته ويوسع في حته. طب كابتن طاهر لو حضرتك اتفضل يا كابتن. الموضوع معلش بعد اذنك، احنا برضو نمتلك قوه ضربه في 3 بوينت. عندنا في عمر الجندي
كابتن انا قصدي اقول ايه؟ مؤمن طارق خيري. احنا النادي الاهلي بيعتمد على بس نادي الاتحاد بيحبوا الثلاثه مونتا يا كابتن. عشق ده عشق. يعني لعيبه الاتحاد حتى السناتر رامي ابراهيم هيثم كمال يعني السناتر لو ما شاطتش ثلاثه مونتا علي دلوقتي بيطلع يشوط ثلاثه مونتا. بيروح فاست بريك. فهي يعني انا من زمان حتى لو 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 هو قدامه يروح يحط ليا بويشوط ايام ايمن صدقي واشرف صدقي. انا مش عايز انسى حد يعني عشق الثلاثه مونتا في الاتحاد السكندري. يعني انا يعني يمكن ايام استاد اسكندريه اتمنى طبعا استاد اسكندريه يخش خدمه تاني بصراحه. استاد اسكندريه ده عمرنا كله يا كابتن عمرنا كله بطولات افريقيا بطولات كل الحاجات المهمه كانت لازم تتعمل في الاستاد جميله لازم تترمم بالصاله دي. فكانت الحلقه هناك كنا دايما نقول يعني ايه حتى بلغه البص حلقه حله كبيره واسعه. فكان الشوطه بتبقى نازله كره بتزغرط احنا كنا بنقول كده صح ولا الكره نزلت في الشبكه زغرطت فحتى الشوطه كانت بتخلي الجمهور ده ينط يخبط الصاله. لا كانت ايام حلوه. بس خلينا نتكلم يا كابتن لو نتكلم فنيا بقى لو حضرتك النهارده مكان مستر اجوستي بوش لو حضرتك واقف النهارده على الخط مكان مستر اجوستي بوش بتقول للعيبه وتديهم توجهات نهائيه او خلي بالكوا تقول لهم ايه؟ يعني تقول لهم لو عايز تقفل مفاتيح نادي الاتحاد تقفلها ازاي؟ تقول لهم ايه النهارده؟ طبعا اذا استمر 3 بوينت لازم اقفلها مان تو مان مفيش غيره. طب يا كابتن برضه ما هو 3 بوينت او ايه؟ او 1 تو 2. طيب ده لو قلنا مان تو مان هو كابتن اجوستي ما بيلعبش غير مان تو مان او زون 2 3 2 3. طيب هنقول مثلا لو لعبنا مان تو مان ما هو برضه بيشوطه. طب ما انت هتوقف ايه؟ هل الشوطه دي بتيجي نتيجه بنتريشن فالناس بتعمل كل ده؟ هو بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ هو بيعمل في المان تو مان بيعمل بيك اند رول فبيجي هيلب وريكفر. الريكفر ده بيلعب على السايد اللي جاي الريكفر اللي بيساعد يروح باص سكيب باص للعاهل العكسيه يروح يبقى فاضي يشوط. طب انا اعمل ايه؟ هل اوقف البنتريشن الاول عشان يعني اوقف الانسايد بنتريشن ما حدش يخش عشان ما يحصلش جابات في الدفاع ولا هل هم بياخدوا الشوطه بتاعتهم نتيجه سكرينه ورا بعض فانا اطلع بيهايند عشان ما اخدش عشان ألمان. ما اخدش يعني شايف هم بيميلوا اكتر لايه في الاتحاد السكندري؟ السكرينه صريحه يطلع منها لعيب شوط ولا هو ده احسن حل هم اللي بيعملوا كده الاتحاد ولا بياخدوا نتيجه من السيتويشن داخل طالع بقى وحد فاضي يديله يشوط؟ لا هو بياخد من برضه هو عنده اكتر من لعبه في 3 بوينت السيتويشن زي ما بتقول ان هو بيحرك الكوره بيدور الكوره او بيحرك الكوره لغايه لما يشوف مين الفاضي ويديله. وعندهم كمان في حاجه بيلعبوا يعني حاجه زي اكسترا باص يعني باصه ثانيه واحده زياده واحده زياده الزياده دي هي اللي بتفتح. طب يا كابتن لو حصل سكرين مع واحد طويل واحد قصير وانت عارف يعني مثلا دوله خد هاي سكرين هل وانا ما عرفتش اطلع عمل لي سكرين محترم وانا ماسك دوله ما عرفتش اطلع سويتش مفيش الا سويتش عشان ما يشوطوش وبعدين الباسكت بول زي ما الكابتن طاهر بيقول لك هو الدفاع. انا بقى خمسه قدام خمسه لازم انا عارف مواصفات اللاعب اللي انا ماسكه عارف هو بيحب ايه بيطلع منين لان طبعا في محاضرات فيديو دلوقتي طبعا بتشوف المدربين تحفظ اللعيب بيقطع المباراه وبيحفظ اللعيبه ازاي لما بيجي له سكرين بيروح من انهي ناحيه بيحب يشوط منين درايف منين نسبته اعلى في انهي صح فكل الحاجات دي بتسهل مهمه الدفاع صحيح صحيح. كابتن طاهر لو حضرتك مكان مستر اجوستي بوش وبتنصح اللعيبه ايه مفاتيح نادي الاتحاد النهارده؟ ايه المفاتيح اللي انت شايف لو هي متوفقه وهي اتعملت بشكل جيد نادي الاتحاد يبقى في منتهى الخطوره؟ وايه المفاتيح اللي انا لو قفلتها او اللعب او السيستم اللي انا قفلته نادي الاتحاد يسهل عليا المباراه؟ هو اساسا زي ما انت قلت نمره واحد ان انا احاول اوقف الميزه اللي عند اتحاد اسكندريه اللي هي 3 بوينت. تمام. يعني عموما الدفاع زي ما قلنا وزي ما كابس العاوي قال ان الدفاع ده هو مفتاح المكسب. نعم. فاحنا نمره واحد نركز في منع 3 بوينت. وعندنا برضك مشكله ان عندهم بوجود انس اسامه في تحت الحلقه برضك هجوميا ودفاعيا خفيف جدا رغم طويل بس ما شاء الله وعنده تطور في حكايه الهجوم بتاعه يعني الهجوم بتاعه كان اضعف صح دلوقتي الهجوم بتاعه اتطور بيحط سكور اعلى وبعدين هو اللي بيروح يعمل السكرين عشان يعمل ميس ماتش اب على طول او حتى ياخد رول ويروح على الحلقه بيقدر هو يعني يغير خطوات رجله ويروح يوصل للمربع زائد السكند شوت فطبعا مفتاح الريباوند لازم احنا نحاول باقصى حاجه ان في الاوفنسيف ريباوند وفي الديفنسيف ريباوند الاثنين
لازم نستحوذ على الكوره. اذا نفهم من كلام حضرتك الثلاثه بونت لازم النهارده النادي الاهلي يكون موفق فيها بشكل كبير، ايضا لازم يكون الدفاع على انس اسامه ما يدلوش مساحات او ما يدخلوش في السكند شوت. لا وجنب انس اسامه في بيبو برضك، بيبو طبعا، بس هم مش الاثنين بيلعبوا مع بعض، يا بيبو انس اسامه. هم الناحيه الثانيه ممكن يبقى رامي ابراهيم في الملعب، ممكن يكون هيثم كمال، انما بيبو وانس بيلعبوا اوقات مع بعض ولكن مش الوقت الاكبر. طب كابتن حضرتك شايف كمان ان تاتا بونت السكند شوت او الريباوند مهم جدا. طب اللاعب الامريكي النهارده في الاتحاد السكندري لعيب ليه مواصفات بامانه مختلفه، هو لاعب مش بيحب يحط سكور قوي قد ما بيحب يشغل فرقته كمان. يعني عنده بالانس ما بين الاثنين. هي دي. وعنده ميديا شوت، وعنده بيحط سكور برضه، بيحط سكور. ما هو عنده الاثنين، عنده بالانس. يعني هو مش لاعب اناني وفي نفس الوقت مش لاعب يعني زي مثلا لاعب تومسون سافات بيمشي الفرقه بس، لا هو عنده بالانس بالاثنين. انا شايف النهارده الامريكي في الاتحاد الاسكندري لو موفق بيديهم 30-40% بشوط، هيديهم باور جامد جدا لانه عنده مصاباته كمان طويل، يعني طويل ممكن صحيح. ممكن هياخد حد لو هو ماسك قصير ياخده تحت مستطيل يلعب بيه صحيح. فدي ميزه معينه، زائد ان هو نسبته في 3 بونت عاليه، زي ما قلت يا كابتن ان كمان هو بيشغل اللي حواليه. نعم. يعني بيطلع كيكاو بره طبعا يعني شبه متكامل. طب كابتن لو عكسنا وقلنا بقى حضرتك مكان كوتش الاتحاد السكندري والنادي الاهلي، شايف النهارده النادي الاهلي مين العناصر او النادي الاهلي النهارده بيعتمد عليه؟ يعني شكل النادي الاهلي ايه فنيا؟ انت حضرتك لو انت غيرت الكرسي وقعدت مع الاتحاد السكندري النهارده، انا لو بتفرج على فرقه الاهلي شايف ايه اللي بيميزنا يا كابتن؟ بيميزنا الفاص بريك، احنا عندنا فاص بريك سريع جدا، وعندنا برضه ناس بتشوط، عندنا عمرو الجندي بيشوط، ايهاب امين بيشوط، مهيب، مؤمن طارق خيري، في اكتر من لاعب، محمد كريم كل بيشوط، وولتر ووج بيشوط وله نسبه، لو موفق بيبقى له نسبه ومسافات بعيده. نعم اوكي. وبعدين وولتر ووج بيجري الفرقه في فاست بريك سريع على اي باسكت. نعم ايه، وده اللي هم تميزوا بيه الاتحاد السكندري علينا في المباراه السابقه، ان هم جريوا علينا صحيح. يعني واخد بالك ازاي؟ بس خلي بالك يا كابتن، لازم احنا نسيطر على السلتين، ده شيء اساسي، كدفاع وهجوم، لان لو انت سيطرت في الدفاع هتروح فاست بريك. هو برضو يا كابتن ماتش سيطرت على الهجوم هتحط باسكت وتاخد سكن او في او سكند شوت اقصى حاجه. برضو كان من نقط عندنا الماتش اللي فات الفاول شوتنج، ما كناش موفقين. احنا ملعبنا نسبتنا المفروض تبقى اعلى في الفاول شوتنج، نسبتنا اعلى في التو بوينت، نسبتنا اعلى في الثري بوينت، فدي من العوامل الاساسيه اللي هو ممكن يتكلم عليها مدرب. طب كابتن سلعاوي شايف النهارده مستر اجوستي، يمكن المباريات اللي فاتت واللي كنا غطيناها هنا في قناه النادي الاهلي، مستر اجوستي في الشوط الاول والثاني لاعب 12 لعيب، ممكن ماتش الرابع جه ركز، ممكن يكون ماتش جلى منه لعيب ولا حاجه، لعب 11 مكان 12. شايف النهارده هيعمل كده؟ هو لعيب واحد بس سمحان، اعتقد الماتش ساعات يعني وكده، لكن اعتقد المباراه دي في حساباتها تختلف عن المباريات السابقه. يعني ممكن النهارده الشوط الاول والثاني ما يلعبش بال 12؟ لا انا اعتقد انه هيبدا بيبدا بالقوه بتاعته ويبدا ينزل بما يحتاجه ظروف الملعب. دي لقطات من ارض الملعب، بدا التسخين بالكره زي ما التشكيل احنا شايفينه يا كابتن بتهيألي، بس انا شايف بعض اللعيبه، يعني انا شايف ياسين حتى من الناشئين موجود، بس هم دول كام لاعب؟ يعني انا بتهيألي دول اكتر من ال 12. لان انا شايف كل اللي بيتمرنوا بيسخنوا، كل اللي بيتمرنوا بيسخنوا بعد كده وبعدين هيطلعوا يعني. بص انا شايف هنا كريم حاتم موجود اهو، شايف وولتر هوج، عندنا عمرو الجندي بيعمل سبرنت، عندك مؤمن طارق خيري رقم 2 اهو، عندك مروان سرحان، عندك اهو ده ياسين، ده يا كابتن، لا ده محمد خيري، محمد خيري ده، عندك احمد اسماعيل، عندك عبد الله ناصر، يعني انا بشوف بس اللعيبه اللي بتعدي، ده ايهاب امين، انا شفت بس ياسين موجود من 18 سنه، ده ابو النصر اهو، عندك كمان عمر طارق اهو، مهيب، شفناه اكيد، عمرو زهران، كريم حاتم، لا هم دول بس، ما انا يمكن لا، يبقى انا يعني التبس عليا الامر ان موجود، لا ياسين هو ياسين مش ياسين، هو محمد خيري، انا افتكرت انه ياسين، محمد خيري، محمد خيري هو التشكيل نفسه، نفس التشكيل اللي كان في مباراه الجزيره بالظبط، بنفس الاربعه الشباب، عبد الله ناصر، محمد طارق خيري دخل ممكن مكان عزب، ما عزب مصاب او سيف، سيف دخل مكانه عبد الله ناصر،
هو دخل مكان عزب. اه وخلي بالك هو الكابتن انت عندك عمرو الجندي بيعمل لك سهوله شويه في التشكيل، لان عمرو الجندي بيلعب 3-4. اه فانت ممكن لو عندك غيابات في اربعه بتحطه، الاربعه كاملين بتسحبه تحطه مع الثلاثه وتسحب واحد من الثلاثه. فعمرو الجندي انت عندك بيلعب في مركزين وبيجيد اللعب فيهم، بيحل لك مشكله نقص الاربعه بقى بالظبط. لو وانت بتروح مزود بجارد، لو الجارد كمل وبقوا تمام بتروح تسحب عمرو الجندي وحطه مع الجردات، يبقى الدنيا تمام. قصدي السناتر كملوا بتسحبه تحطه مع الجردات وتطلع واحد من الجردات بره. يعني عمرو الجندي بيحل لك مشكلة. هو في كان في زمان يعني في السبعينات، احنا من زمن طويل كان في نظام بنلعب كنا بنلعب ببيفوت واحد في اوقات كتير، ما كانش لسه البوست. يعني تلعب اربع جردات واحد. الموضوع ده انا شايفه في فرق كتير على مستوى العالم بقت اللعبه دي تتم، يعني الاربعه بيطلع بره يلعب جرد. ولازم يبقى من مواصفاته كمان ان هو شويت 3 بونت. تصدق كده يا كابتن فعلا دي حتى في الام بي اي، يعني حتى الاربعايه ابتدى مش عايز اتنين سناتر بالكات واقفين في الملعب بالظبط، عايز اربعه. ولعلمك الفرقه اللي بتلعب كده يمكن ووريورز اللي هم جولدن ستيت ووريورز، دايما الاربعه بتاعتهم بتلاقيها ثلاثيه. احنا كان زمان ما نعرفش، يعني كان زمان يعني عشان يبقى ما كانش في حاجه اسمها 1 2 3 4 5، كان بلي ميكر كتر بيفوت، يعني الحكايه دي قديمه قوي. بعد كده جدت حكايه البوزيشن بالارقام 1 2 3 4 5. الموضوع ده كان البيفوت كان سنتر واحد، وكان بيلعبوا ساعات اربعه بره طبعا. بعد كده اهو لا اضطر عشان حكايه ان يزود نسبه الطول عنده بقى ينزل بيفوتين باستمرار، وبيبقى بيفوتين الى حد ما في اوقات كتيره بينزل خمستين واحد خفيف واحد. كلام حضرتك ده ياكد اللي قاله كابتن ياسر الفتوح لما جه معانا في 3-3، هم كانوا بيروحوا باربع لعيبه، كان بياخد سنتر مره لما راح ثلاثه البطوله اللي فاتت افريقيا خد اربعه وسيارين. عمل دربكه جامده جدا للفرق، ما بقاش عارف الفرقه دافع عليه. وبتفرق كمان في الديفنس، الرجوع يبقى اسرع، لو حبيت تعمل بريس هيبقى الاربعه اللي هم صراع دول هيبقى الاداء بتاعهم في البريس هيبقى اعلى. فكره برضه فكره، بس انت لازم كمدرب تستعد له. انت برضه عايز اربعات، عايز ثلاثات. كابتن هيثم، من اكبر الاخطاء الشائعه في قطاع في الناشئين بصفه عامه في مصر هي حكايه تحديد المراكز للعيبه صغار السن. بره ما فيش الكلام ده. انت بيجي ولد لسه تحت 9 سنين و10 سنين يتعلم كل حاجه، لازم يتعلم كل حاجه مفروض. والميزه اللي كانت موجوده في اجيالنا عشان كده احنا وصلنا اولمبيات وكاس عالم كده، ان كان اللعيب يجيد اكتر من مركز. صحيح، كان ممكن كابتن هيثم السعيد يلعب 1 و2 و3، وممكن انا العب 3 و4 و5. يعني لازم الولد يتعلم كل المهارات. مفيش حاجه اسمها ده صانع لعب، ده وينج، ده لاعب تحت الباسكت، لا الكلام ده مش موجود دلوقتي. لازم اللعيب يتعلم كل المهارات. صحيح، وتسهل على المدرب. المدرب لما يكون لعيب عنده لعيب واحد بثلاث لعيبه خلاص، يعني هيحل له ازمات كتير، مش هيحس بمشكله. كان سوري كان كابتن مدحت ورده طبعا من اللعيبه الكبار جدا، يعني مشهود ليهم بالنجوميه. كان ساعات بيمسك السنتر لاعب ارتكاز، لاعب ارتكاز هو بيمسكه ديفنس، وديفنسه قاطر رغم ان السنتر بيبقى اطول منه، بس هو الميزه فيه زي ما قال الكابتن سلعوي ان هو كان بيعرف يمسك السنتر ازاي، لان انا بمسك جارد غير لما امسك سنتر، غير ما امسك سنتر عايز زق بقى وقوه ورجلين جامده تزق بيها، تبقى اوفر بلاي وما تبقاش ازاي ما تخلوش يستلم، وازاي تاخده في ظهرك طول الوقت. في حاجات كتير غير ما هو يمسك جارد، هينزل له تحت وهيتحرك برجليه اسرع. هو من اكفى الناس اللي كان بيقدر يمسك جارد. ظاهره لن تتكرر. انت لعبت معاه كابتن؟ طبعا لعبنا في منتخب افريقيا مع بعض. طب يعني ايه اللي انت شايفه كابتن مدحت ورده؟ احنا يمكن ما فيش طبعا فيديوهات كتير نقدر نشوفها لكابتن مدحت، ولكن انا عايز فرصه ان انا اتكلم عن قامه كبيره زي كابتن مدحت، والمين هيكلم عليه كابتن سلعاوي احد القامات الكبيره كمان. يعني ايه اللي كان يميز كابتن مدحت ورده في الملعب يا كابتن لما انت عاشرته؟ بص، انا وكابتن طاهر عاشرناه ولعبنا معاه اكتر من بطوله دوليه. لعيب ظاهره لن تتكرر في مصر بصراحه.
لعيب جوكر في كل حاجه، قيادي في الملعب وخارج الملعب، انسان محترم لاقصى درجه. كان يعني ممكن كان اقول لك انا بالنسبه له كنت لسه فرق السن بيني وبينه، فكنت لسه طالع وهو لا بيحتضن هو لعب دور كبير جدا في كل ما وصلت ليه كهداف في كل البطولات اللي انا خدتها. وفي نقطة كمان يعني كابتن طاهر لعب معاه برضه كتير. انا كنت زملته يمكن اكتر من كابتن سلعاوي شوية. هو كابتن مدحت ورده طبعا هو يعني شيء في الباسكت عالي جدا. غير كده بقى ان هو كان بيبتكر اكتر ما بيقلد، يعني احنا اي لعيب بيبقى موهوب ازاي؟ يتفرج على لعبه ويطبقها ويروح مقلدها وعاملها. الموهبه في ان هو يقدر يقلد الستايل ده ويعمل ويبتكر بقى عليه. عينيه تقدر تقول هو بيبتكر، يعني كان عنده العاب او لعبات باسمه في الاوفنس بالذات، عنده حاجات يعني الناس كانت تجيب الكره من ورا ظهرها بهذا الطريقه، هو ابتكر ان هو يلعبها بالعكس. وفجأة كان بطوله الجامعات، هو فاهم صح بطوله الجامعات وفوجئنا راح عاملها من العكس، بدل ما يجيبها من ورا ظهره جابها من ورا ظهره من قدام، يعني ابتدى من قدام غير، يعني بدل ما تبقى كلو كويس بقت انتي كلو كويس. ده كرييتيف، يعني لعيب بيبتكر حاجه ويقعد يتمرن عليها لوحده، يعني كان بيفتح بسم الله ما شاء الله سباحه تنس تنس لا كان بيلعب تنس الاول اكتر كاكتر يعني لاعب. وبعدين جه بقى من وراه مدحت ورد عمرو ابو الخير وجه بقى يعني وطارق الصباغ وجه ناس كتيره طبعا من نادي الاتحاد يعني. وكان بالنسبه لنا كان الصراع بقى طول عمر الاهلي والاتحاد هم كان دايما المنافسات كده. وكان في اسماء برضك زي الكابتن فتحي كامل وكابتن عصام خالد الجزيره. فتحي كامل كان شويت كان شويت جامد جدا. كان شويت كان بيجيب 70 بونت وكان لسه 3 بوينتس ما دخلتش مصر. تخيل بقى يبقى جايب كام بونت فتحي كامل طبعا، يعني لو اتحسب فتحي كامل كنت برضه من اللعيبه اللي في مصر اللي تطلع في الهواء الناس ترجع لانه جايب. كان كابتن فتحي كامل بامانه، كابتن عصام خالد قفعه افريقيا. عصام خالد كان اسطوره ليه طبعا، يعني بصراحه دكتور عادل صبري وشلبايه دول اجيال قبلينا. وبعدين دول مشكلتهم ان هم في حاجات كتير ما توثقتش. ما هو ده يعني ممكن ده ايام مدحت ورده وبتاع كان ظهر الفيديو وكان ظهر انما ايام دكتور عادل صبري وشلبايه وكابتن عادل شرف ده بيقول يعني كابتن مدحت ورده انا سمعت له بنفسي حديث بيقول انا اللي حببني في الباسكت كابتن عادل شرف، وانا اخذت 7 عشان كابتن عادل شرف الله يرحمه. الله يرحمه يعني. هو كان راح يتفرج عليه وهو كان بيلعب ووتر بول. ووتر بول وراح شافه دخل لقى الجمهور الاتحاد بيهيص وبتاع، فدخل قال لك ايه ده شوف الماتش ده كابتن مدحت ورده، فلقى ماتش الاهلي شغال او فرقه وكان بيلعب ساعتها كابتن عادل شرف الزمالك حاجه زي كده بيجيب الكوره من ورا ده. اول واحد لف الكوره من ورا ده اتبسط جدا من كابتن عادل شرف، قال لك لا انا عايز كابتن مدحت، وقال لك لا انا هلعب لعبه صح. يعني الحكام كانوا بيجيبوا كابتن عادل شرف عمل برضك الكوره اللي هي من ورا ظهره بس دريبل، يعني بالدريبل من رجله من رجله باك دريبل تقريبا من ورا ظهره بس من رجله. فاختلفت الحكام على ده، انا سمعتها طبعا ما حضرتهاش على ان دي دبل او مش دبل كمان يعني ايه. فلجنه الحكام جابت الكابتن عادل شرف الله يرحمه واعملها عشان ياخدوا قرار في الاخر عشان الحكام ما يحصلهاش لبس. لا ده كان اساطير اساطير بامانه الله يرحمه كابتن عادل شرف. لا كان في لعيبه يعني في مصر يعني كتير كابتن عادل شرف، وخلي بالك هم لما كمان يعني بطلوا الكوكبه الكبيره دي ودخلت بعد كده في مجال التدريب برضو كان لهم بصمه كبيره طبعا. يعني بامانه يعني لو قلنا يعني يمكن يعني احنا يمكن الجيل بتاعنا عادل شرف لما دخل الجيل بتاعنا زي ما الكابتن طاهر بيقول هو التلفزيون والفيديو بدا يزيد التلفزيون. لا التلفزيون وبطوله افريقيا وشدت الناس والبطولات بقى فيه اهتمام بالباسكت، وكان ساعتها الكوره شويه
وكان ساعتها الهاندبول لسه يعني برضو يعني الهاندبول ما كانش الهاندبول في التمرينات لكن بعد كده بدات الكوره الهاندبول دخل 72 في ميونخ اول اعتقد يعني لعيبه الباسكت بدا يبان في اواخر التمرينات يعني لعيبه الباسكت في مصر اللي ما لعبش لعب 2 اولمبيات و2 كاس عالم يعني ده احنا لعبنا بطوله عالم سنه 36 غير العسكري غير مصر لعبه الباسكت كان ليه لا مصر ليها باع في الباسكت كبير طبعًا جدا بدانا جامد وكان حسين منتظر وخد احسن لاعب طبعا جيل قديم كابتن فاروق بغدادي احسن لاعب في بطوله العالم عيد ميلاده كل سنه وطيب برضه يعني انا عاوز اقول ان مصر ليها تاريخ في كره السله ونتمنى ان هو طبعا التاريخ ده يرجع نفسنا يبقى لينا تواجد كمان يعني ان شاء الله المنتخب يطلع كاس عالم ان شاء الله والاهم من يطلع كاس عالم ده انت نهايه كل الشغل بس كابتن سلاوي برضه حضرتك يعني مثلا لما رحت لعبت في الاولمبيات لوس انجلوس وطلع اسمك هداف لوس انجلوس فكان مصر ليها تواجد حتى لو هي مثلا ما حققتش مركز لا وكمان مع عمرو بخير خد تاني احسن صانع العاب يعني برضه يعني قصدي اقول لك انا نفسي لما نشارك في كؤوس العالم بعد كده يبقى لنا بينا بصمه زي اليد ما بيعمل كده ونفسي الطايره نفس الكلام ما بتكلمش على الباسكت بس لازم يعني انا مش يبقى هدفي التاهل لكاس العالم بس ليه؟ انا 110 مليون انا اقدر اعمل جيل واعمل منتخب وعندنا من الامكانيات يا كابتن يعني معلش في دول ما عندهاش ربع الامكانيات البنيه التحتيه اللي عندنا في الرياضه وبيحققوا انجازاتك جنوب السودان صح جنوب السودان يا كابتن النهارده هي اللي بتنافسك دلوقتي عشان تنافس ايه ده اتاهلت خلاص جنوب السودان النهارده بتتكلم انا كان مكان معايا مستر احمدو مامادو رئيس الباسكتبول افريكان ليج هنا في الاستوديو قال لي انا سعيد جدا بلعبته جنوب السودان عمرها قد ايه في الباسكت مفيش طب ازاي انا مصر بقى بالحجم ده وانا ما بتكلمش برده على الطايره نفس الكلام ترى كان لينا دور كبير وبنروح ناخد مراكز متقدمه سابع ثامن برده الطايره تراجعت بشكل كبير لازم نرجع تاني زي الهاندبول لازم انا امنيه حياتي مش بس ان انا اطلع كاس عالم لا يعني ليه ما اروحش مع نيجيريا بتروح تعمل ماتشات كويسه يعني صح انا غلطان انجولا التمثيل مشرف ما بقاش هدف لبنان كسبت فرنسا يعني التمثيل مش كاس عالم مره في سنه في سنين بمباراه الافتتاحيه في المجموعه لبنان ايام فادي الخطيب وليه مش هنتف واللعيبه دي كسبوا فرنسا بس اعتقد دلوقتي الجيل الموجود في مصر واللي ان شاء الله هيتاهل لكاس العالم ممكن يعمل بصمه كويسه اذا اراد طب كابتن احنا قدامنا يعني لحظات عايز اخد توقع حضرتك في 5 ثواني لا مباراه صعبه صعب التوقع بيها في بدايتها لكن اعتقد ان هي هتمشي سجال بس ان شاء الله الاهلي يكسب في الاخر باذن الله كابتن طاهر انا اعتقد انا يعني كل ثقه في ان النادي الاهلي هيكسب الماتش النهارده نتيجه ان الماتش الاخير بتاع السوبر كل الحاجات دي اتدرست وكل الحاجات العيوب ان شاء الله هتتعالج وكلنا ثقه ان شاء الله في الجهاز الفني كمان ان شاء الله اعزائي المشاهدين لحظات وتنطلق المباراه نطير الى صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره لنقل احداث المباراه ومعلقنا الكابتن احمد مناع فإلى هناك